تواصل إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية تلقي طلبات الترشح في اليوم العاشر والأخير من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي 16، وتأتي عملية تسجيل المرشحين وسط إجراءات وإرشادات صحية مشددة تواكب العملية الانتخابية حتى موعد الاقتراع المقرر في 5 ديسمبر المقبل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مقر إدارة شؤون الانتخابات مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل رائد الشمري. رائد، أهلا بك معنا. كيف تسير عملية تسجيل المرشحين حتى هذه اللحظة، وكيف هو إقبال المرشحين خصوصا في اليوم الأخير من التسجيل؟ شكرا للزميل سعود العازمي، مساء عليك بالخير ومساء على السادة المشاهدين. بالفعل تتواصل هنا في إدارة شؤون الانتخابات استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020. لله الحمد، كما جرت العادة منذ اليوم الأول حتى وصول اليوم الأخير، تتواصل الجهود المبذولة لإنجاح أكيد هذه العملية من خلال استقبال طلبات الترشح لمجلس الأمة 2020. يسعدني أكون بجانبي في مقر مدرسة خولة المشتركة البنات في منطقة الشويخ السكنية، مقر إدارة شؤون الانتخابات، معالي وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أستاذ أنس الصالح. الله يعطيكم الصحة والعافية، قواكم الله، جهود تبذل للأمانة. لله الحمد، نصل اليوم العاشر واليوم الأخير لإقفال باب الترشح إن شاء الله لطلبات المقبلين لخوض الانتخابات. كل معنى هذه الأجواء، وأيضا أكيد نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. شكرا. الحمد لله، طبعا مثل ما تفضلت اليوم العاشر وهو الأخير لتسجيل، بقى من الزمن يمكن نص ساعة ويتسكر باب الترشيح. بداية أتمنى لجميع المرشحين التوفيق، وأن الله يجعل هذا العرس الديمقراطي يكون مثال يحتذى فيه بكل شفافية، والله يوفق اللي يكون في صالح وخدمة البلد. بهالمناسبة كذلك يهمني أن أشكر جميع العاملين اللي مكنوا من هذه العملية العشرة أيام أن تكون سلسة قدر الإمكان وفق الضوابط الصحية. أشكر أخواني وزملائي وزميلاتي منتسبي وزارة الداخلية، أشكر أخواني وأخواتي منتسبي وزارة الصحة، أخواني وأخواتي منتسبي وزارة الإعلام، الهلال الأحمر الذين قاموا بدور كبير في تأمين المتطلبات الصحية، وزارة التربية اللي مكنتنا من هذه المدرسة وعدت اللازم، وكل من شارك في هذه العملية. الآن إن شاء الله بعدها ننتقل إلى مرحلة الإعداد ليوم الاقتراع، وتأمين أن يكون هذا اليوم يوم يعني عرس ديمقراطي بكل ما تعنيه الكلمة، ووفق الضوابط والشروط الصحية اللي من شأنها الحفاظ على أرواح كل العاملين والمشاركين في عملية الاقتراع إن شاء الله. مع الوزير أيضا يعني نتواصل من خلال اليوم، وأكيد إقبال باب الترشح في اليوم العاشر، أكيد أيضا هناك خطة موضوعة بإذن الله اليوم 5 ديسمبر إن شاء الله، بأكيد اعتماد المدارس وأيضا توزيع أكيد بالنسبة للجان. اللجنة المختصة الحقيقة في هذا الأمر الآن قاعدة تراجع كل يعني اللجان التقليدية اللي تعمل وفق الظروف الطبيعية شغالة في كل فيما يخصها، سواء في وزارة الداخلية، في العدل وفي القضاء، لعمل ما يلزم لعمل الإجراء العملية الانتخابية وفق الإجراءات الطبيعية. إنما هناك لجنة لمحاولة إضفاء الشروط الصحية مع احترام كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في عملية الاقتراع. الآن هذه الإجراءات الصحية تعكف اللجان المختصة العمل عليها، الإخوان في وزارة الصحة وقطاع الصحة العامة كذلك يعني يوصي بعمل سلسلة من الإجراءات من بداية وصول الناخب إلى متطلعين لتعاون الجميع في هذا الشق، وعلى أن يكون إن شاء الله كل إجراءاتنا وفق القانون والدستور والضوابط الصحية، مزيج من هذه الثلاث يعني ركائز الأساسية.
شكر لك معالي الوزير، كل الشكر لمعالي وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دولة شؤون مجلس الوزراء سيد أنس الصالح، وأيضا الشكر موصول لجميع الجهود التي تبذل أكيد من خلال اليوم العاشر واللي نسجل من خلال حتى الآن يمكن 21 مرشح بانتظار أكيد ما يقارب الساعة والنصف الآن قبل انتهاء وأقفال الدوام الرسمي لليوم العاشر وأقفال باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020. نعم زميلي سعود. نعم شكرا جزيلا الزميل رائد الشمري من مقر شؤون الانتخابات، شكرا جزيلا لك.